أهلا بكم مشاهدينا الكرام ومستمعينا. في بداية الحلقة اسمحوا لنا نرحب بضيفينا، معنا الأستاذ أحمد المصبيح الكاتب الصحفي وناقد الرياضي المعروف ونائب رئيس لجنة الإعلام والإحصاء بالساخرة أبو تركي. حياك الله أستاذ تركي، وبارك لك الليلة، أنت العريس ستزعل من عريس الحفلة أحمد روتان، ألف مبروك وإن شاء الله دائما بالتوفيق. شكرا لك أستاذ حسن، شكرا لوجودك معنا الكاتب الصحفي وناقد الرياضي المعروف. شكرا جزيلا، أنا سعيد بالتواجد معكم أستاذ أحمد. أتمنى حقيقة أنه نؤدي حلقة جميلة مع الأخوان المتابعين، وإضافة إلى ذلك أبارك لك حفل الليلة الذي قامت فيه القناة، حقيقة كان محل ومحط أنظار الجميع. والله شوف، إحنا أبغى أقول شيء مهم، الحفل والله العظيم يعني يستحقون الزملاء، وإدارة روتانا اليوم وجهتنا رسالة بدون ما تقولنا إياها، لكن إحنا التقطنا هالرسالة أنه قد ما ندعمكم على قد ما نحاسبكم، وهذا يعني شوف إرضاء روتانا أنا أقولها الحين علنا على الهواء، إرضاء روتانا غاية لا تدرك، يعني بجد الإدارة روتانا تطلب الحد الأقصى في كل شيء، في كل شيء، في مصداقية الأخبار، في جودة الصورة، في المعلومات، في الأداء. واليوم الشيء اللي سووه أكيد أنه حافز كبير، لكنه ترى رسالة أنه انتبهوا، يعني ترى راح نحاسبكم على كل شيء. اليوم إدارة روتانا الحفل اللي سوته كنا كلنا سعيدين، وأشكرهم الآن على الهواء في فريق العمل اللي تعب طول الموسم، الشباب في الإعداد اللي خلف الكواليس اللي يتعبون كل يوم بالحضور والالتزام وتقديم المادة المهمة، لهم كل الشكر وكل التحية وكل المحبة. أسعدنا اليوم كثير تواجد الوسط الرياضي بكل الأطياف، بكل الأطياف. اليوم كل الصحفيين المشاهدين اللي بنقول لهم الآن والمستمعين اللي ممكن يشوفونهم مختلفين اليوم كانوا موجودين في الحفل، وكانوا يتبادلون الابتسامات والحديث الودي والحديث الودي اللي كانت جميلة بالفعل. فشكرا لكم وكل اللي كانوا موجودين اليوم معنا في الحفل، واللي ما حضر على غلاه ما تغير شيء ومقدرين ظروفهم. لا بالعكس، بس أضيف كلمة أنه يعني الحضور هذا اليوم هذا دليل واضح سواء للقائمين على روتانا أنه شافوا البرنامج في قبول، لولا احترام البرنامج والقائمين عليه حقيقة ما شفنا هالعدد، عدد كبير. دائما زي ما تفضلت حفلات زي هذه إعلامية يدعى كثير، لكن يحضر 30-40، اليوم شوف العدد فوق اللي دعوت، في ناس ما يعني ما وجدت لهم الدعاء بس حضروا تقديرا لترك العجمة ولبرنامجه ولروتانا بشكل عام وللزملاء في الإعلام وللزملاء. والله لسه بقول أنا ما أحسد روتانا، أنا أقبط روتانا، في أنا ما أدري من المخرج من المعد، فريق واحد، تيم واحد، أنا أهنيكم. وطبعا هو الفريق كله يعني تعرف والله عمله متكامل. اليوم اللي في ناس اليوم جات بالمحبة بدون دعوة، والله العظيم أثروا فينا بشكل كبير، لأنه طبعا أنت ما تقدر تعزم كل بس اسبقونا على الفطاير، لكن مشكلة ما تقدر تعزم كل الوسط الرياضي فعارف، بس لكن في ناس جات كذا وأشعرتنا والله بالمحبة والروح الودية اللي تجاه البرنامج، وهذا هو يعني أكبر اعتزاز بالنسبة لنا. أنا رأيت خليط صراحة، خليط من الإعلاميين، ورأيت يعني بساطة في الحفل، ورأيت اجتماع، ووصلت بعض الأمور إلى تعليقات، ويعني كان حقيقة حفل مبسط وجميل ورائع. أذابت الجريدة أذابت كثير يعني من الهلال، يعني من لقينا الأهلاوي والنصراوي والهلالي والاتحادي، كل يختلط، كل يبدي وجهة نظره، يعني حقيقة تشكر القناة على وقت الهلال. ختم الأهلي عاد بالرباعية طبعا بدون شك، الأهلي كان يعني عريس آخر اليوم، كيف معصب في الكلب اللي طلعنا، وحلفة خطيرة جاسم بس ما راح نكرر.